ما قلتي لنا ليلى امبارح شو طبختي؟ خروف محشي ب 150 ليرة. إيه ليش ما دريتي؟ بشو؟ عم وزعوا خواريف محشية ببلاش. يو ليش إجا عيد الأضحى؟ يي على حظي منك نيالك. لك عم تمزح معك أوام صدقتي؟ يو لك نسيت خبركم شفت سالم ومنال طالعين من الدائرة يمكن رايحين لعند المحامي مشان يتطلقوا. وشو عرفك إنهم راحوا يتطلقوا؟ إيه هي ما بدها زكا رجال ومرته متقاتلين وماشيين مع بعضهم لوين بده يكونوا رايحين؟ على شهر العسل؟ ايه بجوز ليش لا؟ شلون؟ شلون يعني؟ بيكونوا تصالحوا. ايه شو يتصالحوا؟ اذا هن قبلوا وردة ما بتقبل؟ ليش بقى ما بقبل نجاح خانم؟ اهلين وردة تفضلي. ما قلتي لي شو ليش ما بقبل سالم ومنال يتصالحوا؟ لانه شو؟ بدي يتجوزوا ما هيك؟ ايه هيك عم بيقولوا. مين اللي عم يقول؟ الموظفين بالدائرة. مين بالضبط؟ كلهم. سميلي وحدة منهم. لك شو بدي سمي لسمي عم قلك كلهم. هيك لك كان مدام سمر انت اللي عم تحكي هالحكي؟ لا حبيبتي لا انا مالي علاقة دخيلة. معناتها مدام ليلى اللي عم تحكي هالحكي ولا انا. تركيني بهمي. شايفت لك ما في غيرك اللي عم يحكي. ايه انا هيك سمعت. هيك سمعتي ولا هيك عم تطلعي اشاعات وتسمعي العالم؟ انا؟ لا انا. ايه لا تواخذيني انسي وردة لانه ما في دخان من غير نار. نار اللي تحرقك حرق انت واللي عم يطلعوا هيك اشاعات. يو لا تلحمي كثير تقبريني ويكون بعلمك انه سالم له خبر بالقصة كلها ولما سالناه ما كذب الخبر وطالما ما كذبه معناته صحيح. شفتي شلون انا ما عم طالع اشاعات من عندي؟ بسيطة. انا بكره بخلي سالم قدامك يكذب الخبر. تخيلك شو قوامي بتنهز وبتنزعج.